امرأة صومالية مسلمة فقيرة عايشة في انجلترا اتصلت بمحطة راديو عشان تتحصل على مساعدة. انا غلبانة وغير اللي يقدر يساعدني تحصل سمع حوارها للراديو. السلام عليكم ورحمة الله اصدقائي، كيف حالكم؟ طبعا هذه القصة هي قصة كثير منتشرة في السوشيال ميديا وعاملة ترند ولها ملايين ملايين الملايين من المشاهدات على عدة محطات. طبعا السؤال يطرح نفسه بالأول، هل القصة من الأساس صحيحة؟ راح نشوف، راح أحاول قدر الإمكان وما أطول عليكم. طبعا قصة إسلام البروفيسور البريطاني تيموثي وينتر وهو من الطبقة الأرستقراطية البريطانية، وبعدما اعتنق الإسلام صار اسمه عبد الحكيم مراد، وهو بروفيسور في جامعة كامبريدج في قسم الدراسات الإسلامية اليوم. في الحقيقة هو ولد عام 1960 واعتنق الإسلام عام 1979، يعني أولدي كان عمره 19 سنة، لا يعني كان مراهق، لا دكتور ولا بروفيسور ولا يحزنون. وهذا يثبت أن هي قصة أصلا من نسج الخيال، خلاص يعني ما لها وجود القصة. على فكرة هو قصته مشهورة في الأوساط الدينية في أوروبا. السؤال اللي يطرح نفسه، وين مصدر القصة؟ القصة لها مصدر وحيد على الفيسبوك لصفحة مجهولة، هذا هو فقط، ما في مصدر ثاني. والمضحك المبكي أنه في مجلات ومحطات وصحف تناقلت القصة ونشرتها بهالمصدر أو من هالمصدر. ردت تلك المرأة البسيطة الفقيرة الأمية اللي اسمها فاطمة برد خلت المفكر الملحد دكتور إنجليزي اسمه تيموثي فينتر يعتنق الإسلام ويغير اسمه إلى عبد الحكيم مراد. ست الجهلة دي. بالنسبة لأوروبا أصلا ما في شيء اسمه والله في شخص ميت من الجوع وتعبان وحالته حالة وفقير وخلاص يعني تعال نسوي له قطة، ما في هذا الكلام. خاصة الصوماليين هم لاجئون لهم حقوق مكفولة في الغرب وفي أوروبا بشكل عام، من وقت استقبالهم يتم توفير لهم السكن وكل متطلبات الحياة إلى أن يندمجوا في المجتمع من عمل ودراسة ويبدأوا حياة جديدة. طبعا راح أحط لكم في آخر هذا الفيديو كيف الدكتور عبد الحكيم اعتنق الإسلام في مراهقته وأنه لم يلتقي أصلا بمسلمين، يعني هو اللي راح وبحث واطلع حتى كان يدور على تساؤلات وتأملات خاصة فيه، فقرأ عن الفلسفة وعلم الأديان والمقارنات إلى أن ربي هداه سبحان الله. يعني ثاني شيء الرجال أصلا أسلم في أواخر السبعينات، يعني حتى ما كان في لاجئين صوماليين أصلا، بل على العكس كان الأوروبي هو اللي كان يجينا السياح للصومال في الستينات والسبعينات والثمانينات. أول موجة هجرة لجوء للصوماليين كانت في عام 1994 وما تلاها. وبس سلامتكم. In really a very private, rather strange thing. I didn't actually meet any practicing Muslims until I went along for the conversion ceremony. So then it was obvious at some point I'd have to see the reality. And the first thing I did was to go